مرحبا بكم معكم مجدة من قناة كروشي باي مجدة. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم هو الجزء الثاني او تتمة ديال العمل السابق. درت معكم ديجا واحد لا فيديو الفيديو الفايته على القناه، الناس اللي ديجا مشتركين معنا في القناه وديجا شافوها. خدمت معكم هذا الكاب، هذا اللي كيجي بهذا الشكل، هذا على شكل كسيوه كيجي مفتوح في هذه البلاصه، بلاصه الكمام. غنخلي لكم هنا تصويره بالنسبه للناس اللي ما شافوش لا فيديو، وكذلك غنخلي لكم واحد لو اللي غيطلع لكم دابا ديال الفيديو الفايت او الجزء الاول. فهاد الفيديو هو تتمه او الجزء الثاني ديال الكاب. خدمت في الفيديو السابق هاد لا بارتي هادي، وفي هاد الفيديو هذا غنشوفو كيفاش كنفتحو البلاصه ديال الكمام او لا كيفاش كتجينا الفتحه ديال الكمام بهذا الشكل هذا. ملي كيكون عندنا كاب بهذا الشكل هذا، هاد البلاصه هادي هي الفتحه ديال الكمام ملي كيدخلوا اليدين ديال البنيته الصغيره ديالنا. نشوفو كيفاش كتفتح. الصوف كيكون خيط على جوج صوف ديال العبار. المحل اللي غتاخذوا منه الخيط غتوصيه تقولوا للسيد اللي غيعطيكم الصوف يديرها لكم على جوج. واكيد كروشي باش كنخدم هو كروشي رقم 3 1.30 ملم. غنبداو على بركه الله نشوفوا الطريقه كيفاش غنقسموا هاد الكاب ديالنا وكيفاش غنديروا الفتحه ديال اولا نديروا الفصاله ديالنا كيفاش غنفصلوه. بداو معنا لا فيديو الفايته ولا بداو كيخدموا تفرجوا في الفيديو السابق. غتكونوا وصلتوا لهاد المرحله هادي، غتحطوا العمل ديالكم، نحاولوا نقادوه، نحطوه مقاد باش نعلموا البلايص اللي نبداو نفصلوا منهم. انا عندي هاد بحال كيجيو على شكل بحال فيلات ديال الحوايج، علامات كنديروهم هما ديال البلاستيك، اولا ديرو غير فيلات ديال الحوايج اولا لي ترومبون، المهم اي ولا غير طريفات ديال الخيط، الحاجه اللي اختاريتوها نتوما باش تعلموا، يعني اللي متوفر لكم. المهم هو انكم تعلموا البلايص اللي غتكون ديال الفصاله. المهم انا اختاريت هاد البلاصه هادي، انا غندير فيها دابا العلامه وغنوريكم كيفاش درت ليها. نحاولوا ما امكن البلاصه اللي غنديروا فيها العلامه نحطوا الكاب بحال هكا مقاد باش تجينا بحال هكا، ما يجيناش شي ديكالاج بين الامام والخلف باش ما تجيناش هاد البلاصه عوجه. هاد البلاصه هادي واخا تبان لكم هكا صغيره، راه ضروري غيكون فيها زياده، يعني ماشي غيتلاقى هذا مع هذا مباشره، غيكون واحد الزياده. نحاول نشرح لكم اكثر. فهنايا هاد البلاصه هي هادي، هاد البلاصه هي هادي، راه لكم ماشي حدو هنا، راه هاد البلاصه هادي كتزاد مع الخدمه. يعني انا بحال درت لكم العلامه هنا، راه كاينه واحد الزياده اخرى اللي هي هادي، راه كيكون لكم معرض شويه ديروا بحساب هاد الزياده هادي. انا علمت هنا نفس الحساب، نفس يعني نفس المسافه اللي خدينا من هنا للعلامه هي اللي غناخد ثاني من هنا للعلامه اللي غندير. غنعلم ثاني هاد الجهه هادي وغنرجع نوريكم كيفاش غنبداو. عندي هنايا عندي غير انا عندي هاد العلامات هادو غير جوج، يعني شديت هنا وهنا. الا عندكم اربعه ديروا وحده هنا وديروا وحده هنا، غير هو خاص تشدوهم مقادين، يعني نفس العبار اللي خديتو من هنا لهنا يكون هو بحال اللي في الامام بحال اللي في الخلف. غنبداو ناخد الصوف ديالي باش انا كنت كنخدم، وكما كنقول لكم ديما اختيار ديال اللون كيبقى راجع ليكم نتوما، تختاروا اللون اللي يناسبكم واللون اللي بغيتو. يعني انا وجدت الخيط بحال هكا باش نثبتو على الكاب ديالي. غنقلب وغنمشي لهاد البلاصه فين عندي انا هنا العلامه، حيت انا درتها فيهم بجوج، يعني غنحيدها من هنا ونشد هنا نخلي هاد البلاصه هادي. دابا علاش خليت هنايا باش تعلم لي الجهه الاخرى. غنمشي لهنا هاد الفراغ هذا وغنثبت فيه الخيط ديالي. من بعد ما ثبت الخيط غندير جوج غرز ديال الارتفاع وغنخدم عادي. كنا في الفراغ، في كل فراغ كنا كنخدموا ثلاثه ديال الاعمده، انا خدمت دابا هنايا هاد جوج غرز ديال الارتفاع باعتبارهم عمود. غنزيد جوج ديال الاعمده اخرين، يعني في المجموع عندي ثلاثة، وغنكمل العمل ديالي عادي. غندير سلسلة ونمشي للفراغ اللي من بعد وندير ثلاثة الأعمدة، يعني كنخدمو عادي كما خدمنا
في الفيديو السابق او لا في الجزء الاول. بالنسبه للناس اللي اول مره كيكتشفوا القناه ديالي ولا اول مره كيشوفوا لي فيديو ديالنا، ما تنساوش انكم تنضموا لنا بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اللي كيكون اسفل الفيديو، وكذلك تفعيل الجرس، ورجعوا للجزء الاول شوفوه باش تشوفوا الطريقه وتفهموا البرانسيب. حيت دابا انا غنزرب في الخدمه، الناس اللي ديجا شافوا الفيديو غيكونوا عارفين البرانسيب ديال الخدمه كيفاش كنخدم. يعني هذا الفيديو هذا خاص غير باش نشرحوا الفصاله كيفاش كنفصلوا البلاصه ديال اولا الفتحه ديال الكميمات. اما البرانسيب ديال غرزه الجيراني راني شرحته في الجزء الاول، غنخلي لكم كذلك لو ليان حتى في لا باغ دانفو اولا صندوق الوصف اللي هو واحد السهم كيكون حدا العنوان اولا اسفل العنوان، غتكليكيو عليه وغينزلوا لكم جميع الروابط اللي انا كنخلي لكم او المعلومات اللي كنخلي لكم اسفل الفيديو. نستمر بالعمل ديالي بهذه الطريقه. يعني كما شرحت لكم في الجزء الاول كنديروا ثلاثه الاعمده سلسله، ثلاثه الاعمده سلسله بحال هكا اللي كنوصلوا لهذا الوسط هذا، كنديروا ثلاثه الاعمده، كنضيفوا ثلاثه السلاسل ماشي سلسله واحده، وكنرجعوا لنفس الفراغ وكنضيفوا ثاني ثلاثه ديال الاعمده، العمود الاول والعمود الثاني والعمود الثالث. كنستمروا بنفس البرينسيپ، احنا بدينا من هنا، بديت من هنايا، غنستمر بنفس البرينسيپ وانا غاده بحال هكا وغنكمل الدوره هكا حتى لهنا ونحبس. يعني كنمشيو غير هكا من هاد العلامه حتى لهاد العلامه ونحبس، وغنرجع نوريكم شنو غندير من بعد. يعني ما كنكملوش الدوره كامله بحال كي كنا كنديرو، غير من هنا حتى لهاد العلامه هادي حتى لهاد الفراغ هذا نعمرو ونحبس. العمل ديالي كما قلت لكم حتى وصلت للبلاصه اللي فيها العلامه، هاد الفراغ هذا هو اللي فيه العلامه هذا، غنخدم فيه حتى هو نفس الشيء ثلاثه ديال الاعمده. يعني كنخدم عادي حتى داك الفراغ اللي فيه العلامه حتى هو كنخدم فيه. غنحيد دابا العلامه ديالي ونخليها، انا حيت كما قلت لكم شاده هنا وهنا، نخليها تشد ليا غير الجهه الاخرى. بحال انا خدمت في الامام والخلف حيت مازال ما خدمت فيه، خليت فيه العلامات. من بعد شنو غنديرو؟ غنقلبوا العمل ديالنا يعني هكا بهذا الشكل هذا، وغنرجع نخدم في هذه البلاصه هذه. هذا السطر هذا اللي زدت انا دابا من هنا وبقيت غاده حتى لهنا، غنعاود نخدم فوق منه. كيفاش غنعاود نخدم فوق منه؟ نردوا البال للجناب كي غنديروا، غنرتفعوا بجوج ديال السلاسل الارتفاع باعتبارهم عمود، يعني فوق هذا العمود، فوق العمود الثالث من هذه الاعمده، وغنزيد عمود اخر حتى هو في نفس البلاصه بهذا الشكل هذا. يعني هذا العمود الثالث كاينين فوق جوج الاعمده، واحد مكون من جوج سلاسل الارتفاع باعتبارهم عمود، والعمود الثاني عاد كنضيف سلسله ونمشي للفراغ اللي تابعه ونخدم فيه. كنخدموا ثاني غرزه الجيراني عادي ثلاثه الاعمده سلسله، ثلاثه الاعمده سلسله، وحنا مستمرين. غنستمر بنفس الطريقه وبنفس البرينسيپ، يعني ثلاثه الاعمده سلسله، ثلاثه الاعمده سلسله، غنخدم بحال هكا حتى القنت. في القنت كندير فيه ثلاثه الاعمده، ثلاثه السلاسل، ثلاثه الاعمده في نفس الفراغ، يعني في هذا الفراغ هذا، ونرجع ثاني نكمل الخدمه في هذه البلاصه حتى نوصل لهنايا البلاصه منين بديت، وغنحبس نرجع نوريكم شنو غندير. يعني غنخدم خدمه عادي، يعني غرزه الجيراني الغرزه اللي درتها معكم في الجزء الاول. دابا كما شرحت لكم استمريت بنفس الشيء، بقيت خدامه حتى وصلت لاخر بلاصه، يعني هنايا اخر فراغ، ما كاينش شي فراغ مازال من غير هذه البلاصه هذه اللي بديت فيها. غندير سلسله وغنمشي اخر عمود غنخدم فيه عادي جوج ديال الاعمده في نفس الغرزه. يعني كما درت في الاول، في الاول بديت بجوج الاعمده فوق هذا العمود، عاد درت سلسله وبديت كنخدم في الاخر ديال السطر ثاني نفس الشيء، كنديروا سلسله وكنمشيو لاخر بلاصه وكنديروا فيها عادي جوج ديال الاعمده
نكونوا درنا هاد الزيادة اللي كتكون عندنا في الأمام. احنا دابا فتحنا هاو الكاب داير بحال هكا، وبدات البلاصة ديال الأمام كتفصل، يعني هاد جوج سطورة فصلوا لنا هاد البلاصة ديال الأمام. نفس الشيء غنخدم به الخلف. يعني دابا شنو غندير؟ غنقطع الخيط ديالي، غندير سلسلة فراغ، كنجر الخيط، صافي. دابا الفصالة ديال الأمام راني فصلتها، كنقلب العمل ديالي، نمشيو للخلف فهاد البلايص ديال العلامات. نفس الشيء اللي درت غنعاود نديرو، يعني كيما درت في الأمام غنعاود نديرو مع الخلف. كناخد الخيط ديالي، كنمشي للفراغ اللي فيه العلامة، كنثبت فيه الخيط، بغيت ندير فيه ثلاثة الأعمدة، ارتفعه هو الأول بجوج سلاسل الارتفاع باعتبارهم عمود، غنزيد العمود الثاني والعمود الثالث. غنحيد دابا العلامة ديالي وغنرجع نكمل غرزة الجيران، يعني سلسلة ثلاثة الأعمدة، سلسلة ثلاثة الأعمدة، وأنا مستمرة حتى نوصل للعلامة، مع العلم أن عندنا واحد البلاصة ديال التزايد. يعني كيما وريتكم قبيله، اولا كيما وريتكم في الجزء الاول اولا الفيديو اللي فات، غنبقى مستمره نفس الشيء، سلسله ثلاثه الاعمده، سلسله ثلاثه الاعمده، حتى نوصل لهذا الفراغ. هذا كنخدم فيه ثلاثه الاعمده، ثلاثه السلاسل، ثلاثه الاعمده في نفس الفراغ، يعني كيكون عندنا سته الاعمده فاصل بيناتهم ثلاثه السلاسل. وغنرجع ثاني نخدمها في هذه البلاصه هذه، يعني غنخدمها هكا هكا وندور ونخدم حتى نوصل لهاد العلامة وغنحبس. غنخدم تاني، غنخدم انا دابا هاد السطر هذا حتى العلامة، وغنرجع نوريكم شنو غندير بالنسبة للدور الثاني. هو راه نفس الشيء كيما درت في الدور الاول، غير غنعاود نشرح باش الا ما فهمتوش كيما خدمت، ما فهمتوش الطريقة باش خدمت الامام غتفهموا الخلف، حيت بحال بحال. استمريت في العمل ديالي حتى وصلت للبلاصة ديال العلامة، الفراغ اللي فيه العلامة حتى هو خدمت فيه كما درنا في الامام، كنعاودو نفس العمل في الخلف. دابا العلامات ديالي انا مبقيتش مازال محتاجاهم. الدور الثاني نعقلت هنايا في الامام، درت جوج سطور، السطر الاول والسطر الثاني. دابا حنا سالينا السطر الاول، بالنسبه للسطر الثاني غنرتفعو جوج سلاسل الارتفاع، درت جوج سلاسل ديال الارتفاع، كنقلبو العمل ديالنا. وهاد الدور هذا دابا اللي حنايا خدمناه في الخلف، هاد الدور هذا غنعاودو نخدمو فوق منه كيما درنا في الامام. يعني نفس الشيء درنا في الامام، كنمشيو كنعاودو نديرو عمود فوق هاد العمود الاخر هذا، يعني بحال كيكون عندنا جوج اعمده، الاول هو عباره عن جوج سلاسل الارتفاع والثاني هذا اللي ضفنا. صافي غنخدم عادي سلسله ثلاثه الاعمده سلسله، وحنا مستمرين بنفس الطريقه حتى كنساليو الدور ديالنا. انا غنستمر بالخدمه ديالي بحال هكا، غندور بحال هكا حتى نوصل لهنا ونخدم على هاد البلاصه هذه وغنحبس. في السطوره اللي درنا في الامام بقيت خدامه على الدور حتى وصلت لهاد البلاصه هذه، كنضيفو سلسله وكنضيفو جوج ديال الاعمده في اخر عمود. هاد العمود الثالث كنخدم عليه العمود الاول، ونضيف ثاني العمود الثاني. بحال هكا كنكونو خدمنا الفصاله ديال الكاب ديالنا. يعني ملي كنحطو هكا هاد البلاصه هادي، هاد الفتحه هادي، ها هي تفصلات دابا الامام والخلف. دابا اللي غيبقى هو اننا نخدمو خدمه عاديه. هنا انا بقيت مستمره كما قلت لكم، كنبداو في اي بلاصه بغينا، سواء هنا ولا سواء هنا، البلاصه اللي بغينا نبداو فيها، حيت غنكملو الدوره وغنسدو. انا مركبت الخيط ديالي هنا وخدمت، بقيت خدامه حتى وصلت لاخر بلاصه اللي هي هذه. ملي وصلت لهنايا صافي دابا خاصنا نكملوا الدور، يعني مبقيناش كنخدموا الفتحات، خاصنا نسدو دابا هاد الفتحه. كنمشيو كناخدو هاد البلاصه هذه هنا،
وكنمشي ليها مباشرة بحال هكا، كنمشي لهاد البلاصة اللي ضفت هنايا هاد الشكل هذا، كنخليو هاد البلاصة هي بلاصة الكم، وكنمشيو مباشرة لهنايا لأول فراغ. أول فراغ في هاد البلاصة غنخدم فيه عادي 3 ديال الأعمدة، العمود الأول والثاني والثالث. فاش كنحطو بحال هكا الكاب ديالنا، هاد البلاصة ديال اليد هاي تسدات، وغنكمل الدورة ديالي انا غنخدم بحال هكا، وغنوصل حتى لهنايا هاد البلاصة تاني فين غنربطو الامام مع الخلف، وغنرجع نوريكم كيفاش غندير. انا غنكمل دابا الخدمة ديالي عادي، كنخدمو تاني سلسلة 3 الاعمدة سلسلة، نفس الخدمة ديال الجيراني كتستمر على الكاب كامل. وكنعاود نذكركم بالنسبه للناس اللي غتجيهم زربت الطريقه ديال الخدمه، فما عليكم غير ترجعوا للجزء الاول شرحت فيه الطريقه ديال الغرزه بلا ديتاي، وشرحت كيفاش كنديروا التزايد في الامام وفي الخلف. يعني دابا هذا الفيديو خاص غير بالفصاله ديال الكمام، البلاصه منين كنخرجوا الكمام. انا غنكمل دابا بنفس الطريقه، غنخدم بحال هكا هاد البلاصه هادي التزايد ديال الامام، وغنمشي حتى لهنا، وغنرجع نوريكم تاني كيفاش غنجمع هاد البلاصه مع هنايا. كملت الدوره ديالي بحال هكا حتى وصلت لهنا كما درنا في المره الاولى، يعني كما درنا في هاد البلاصه هادي غنعاودو هنايا باش نشركو بين هنا وهنا. كنضيف سلسله وكنمشي لاول فراغ في هاد الدور، كنخدم فيه عادي 3 ديال الأعمدة ديالي، العمود الأول والثاني والثالث. غندير سلسلة وغنتلاقى مع بلاصة فين سالينا الدور، وغنسدو بمنزلقة السلسلة الثالثة من هاد السلاسل ديال الارتفاع، نسدو فيها بمنزلقة. هكا كنكونو جمعنا دوك الفتاحي. فاش غنحطو الكاب ديالنا بهذا الشكل هذا، ها هو فصلناه، ها بلاصه ديال اليد. يعني نعاود نشرح لكم غير بخلاصه شنو درت. جوج سطوره عاديين، يعني كنمشي حتى للطرف وكنرجع، جوج في الامام وجوج في الخلف، والسطر الثالث درت مثلا بديت انا من هنا بقيت خدامه زيد حتى لهنايا، حتى وصلت لهنايا وشركت، كملت الخدمه في هاد الطرف. انا واصله هنا كملت الخدمه في هاد الطرف، وزدت تاني كملت الدوره بحال هكا، وصلت لهنا لهاد البلاصه هادي، وكملت الخدمه تاني في هاد الطرف. يعني دابا شنو غيبقى ليا في هاد الكاب هذا؟ غيبقى ليا هو انني نبقى ندور، يعني كيما خدمت هاد لابارتي الاولى غنخدم هاد لابارتي هادي. ملي كنسدو بالمنزلقه هاد الخيوط هادو، الا عذبوكم دابا فينيهم من دابا اولا خليهم حتى الاخر وفينيهم. خاصني نوصل للفراغ، هاد الطريقه اللي شرحتها لكم في الفيديو الاول او الجزء الاول، خاصني نمشي للفراغ لهنايا، غندير فوق هاد العمود منزلقه، حيت انا الكروشي ديالي واقف هنا، ما يمكنش نمشي مباشره نخدم هنا. بين البلاصه اللي فيها الكروشي والبلاصه اللي بغيت نخدم فيها كاين جوج الاعمده، كنمشي فوق العمود الاول كنديرو غرزة المنزلقة، نمشيو فوق العمود الثاني نديرو غرزة المنزلقة، حنا كنلقاو باللي قربنا. عاد كنديرو نصف عمود، نديرو جوج ديال السلاسل، ونبداو نخدمو عادي، نديرو 3 الأعمدة سلسلة 3 ديال الأعمدة، وحنا غاديين غنبقاو دابا غير غندورو بالكاب بحال كنخدمو كاب عادي، دوك لي كاب لي كيكونوا متلتين عاديين. اش غندير؟ غنكمل الدوره بحال هكا، وكنمشي لهنا لهاد البلاصه هادي حتى هي كنخدم فيها وانا خدامه. انا دابا باش نزيد نشرح لكم اكثر، غنخدم حتى لهنا الطريقه العاديه، وغنمشي حتى لهنا. منين نوصل لهنا غنوريكم شنو غندير، يعني باش ما يكونش الفيديو طويل، انا غنخدم حتى نوصل لهنايا وغنرجع نوريكم شنو غادي ندير.
انا خدمت كيما قلت لكم، بديت في هاد البلاصه و درت بحال هكا، درت التزايد ديالي في الامام، خدمت حتى وصلت لهاد البلاصه هادي هنا في هاد السلسله اللي كنا درنا بيناتهم، كنخدموا فيها عادي 3 ديال الاعمده بهذا الشكل هذا صافي. يعني كنكمل الخدمة ديالنا عادي في ما كانت شي سلسلة كنخدمو فيها 3 ديال الأعمدة، وكنديرو سلسلة وندوزو الفراغ الأخر تاني نديرو 3 الأعمدة، كنديرو التزايد هنايا وهنا في الأمام والخلف. التزايد كيكون عبارة عن 3 الأعمدة، 3 السلاسل، 3 الأعمدة في نفس الفراغ. يعني خدمة عادية. دابا غنبقاو غير نضربو الدورة ونعاودو نسدو بالمنزلقة، وندوزو تاني نديرو السطر الاخر ونعاودو نسدو بمنزلقة، كنبقاو نخدمو حتى كنحصلو على الطول اللي بغينا، بغيناه طويل او اللي بغيناه قصير، وحنا غاديين وهو كيعرض والدورة كتكبر. غنكمل دابا العمل ديالي وانا خدامة كندور بحال هكا، يعني كنوليو خدامين بحال لا كندورو في هاد البلاصة هادي. انا بديت من هنايا مشيت بحال هكا حتى لهنا وغندور هكا، نمشي حتى لهنا حتى للبلاصه منين بديت، وغنسد بالمنزلقه وغنعاود تاني ندور اخر دور اخر انا غاده، والكاب ديالي كيعرض يعني بحال هكا. جاتني هنا بلاصه العنق، ها بلاصه الكمام، وهاد البلاصه غاده وكتعرض باش تعطينا على شكل كسيو. انا غنكمل بنفس الطريقه اللي جاتهم باللي جاهم فيديو باللي مزروب او لا ما فهموش الغرزه، كما كنعاود نقول لكم وكما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، رجعوا للفيديو الاول الفيديو اللي قبل، غنخلي لكم لو ليان ديالو في لاباغ دانفو ولا في اللي غيكون طلع لكم. الجزء الاول شرحت فيه اون ديتاي، يعني هذا الشيء دابا اللي انا كنخدم اللي غنبدا نخدم فيه دابا، هاد البلاصه هادي راها بحالها بحال هنا، عندنا دائره وكنبقاو غاديين كندورو. بديت من هنايا درت درت التزايد هنا ودرت التزايد هنا، كنبقى خدامه كنمشي هنا وكنسد بمنزلق، كنعاود تاني نرتفع بجوج السلاسل ديال الارتفاع، كنضرب الدوره وكنسد بمنزلقه، كنبقاو غاديين كنعاودو في نفس الشيء. بالنسبه للالوان بدلوا الالوان كما بغيتوا ولا خدموا بلون واحد، هذاك الشيء كيرجع الاختيار ديالكم، حتى كنحصلوا على الطول اللي بغينا، بغينا كاب قصير، بغينا يكون طويل على شكل كسيوه، المهم كنحصلوا على الطول اللي بغينا، كنقطعوا الخيط ونفينيو هاد الخيوط عاودو. هذا بالنسبه الكاب اللي مفتوح، اما كاب عادي راني ديجا شرحت لكم هذاك الشيء اللي غنديرو في الجزء الاول وكنكملو عادي، كيعطينا كاب مثلث. يعني دابا باش تعرفوا الفتحه ديال الكمام كي كنديرو ليها. من الخدمه غنكمل الادوار، غنزيد الادوار حتى نحصل، نبقى خدامه في الادوار ونبدل في الالوان حتى نحصل على الطول ديال الكاب ديالي اللي بغيت، وغنرجع نوريكم الشكل النهائي ملي غنفيني الخيوط، نكمل الكاب ديالي ونفيني الخيوط ونوريكم الشكل النهائي ديالو. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكاب ديالي من بعد ما ساليت وكملت الخدمه. هنايا كما قلت لكم كنخدموا خدمه عاديه بحال كنخدموا كاب مثلث، الادوار كما وريتكم حتى كنحصلوا على الطول اللي بغينا. بالنسبه لكم اللي بغى يزيد دوك الخيوط اللي كيكونوا بحال هكا او الهديبات اللي كيكونوا في التحت ديال الكاب تقدروا تزيدوهم، بالنسبه لي انا ما كيعجبونيش فخليته بحال هكا سامبل من التحت، وفي الفوق زينته بهاد الوريضه هذه اللي من الكروشي وثبت عليها وحده من هاد الاحجار. فاكيد ما تنساوش انكم تفعلوا الجرس باش توصلكم النوتيفيكاسيون ديال اي فيديو حطيته، باش تكونوا السباقين تشوفوا الفيديو ديال الورده ديال الكروشي اللي غنحط لكم قريبا على القناه ان شاء الله. ما تنساوش انكم تدعموني باللايك، كذلك خليوا لي اكبر عدد ديال اللايك وكذلك لي كومونتير، حطوا لي رايكم في هذا العمل هذا وارائكم في الاعمال القادمه ان شاء الله، شنو تبغيو تشوفوا كاعمال على القناه. وكذلك ما تنساوش بالنسبه للناس اللي ما منضمينش لنا اولا ما مشتركينش على القناه اولا اول مره كيشوفوا لي فيديو ديالي، ما تنساوش انكم تنضموا لنا بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اللي كيكون اسفل الفيديو وتفعيل الجرس اللي حداه باش يوصلكم نوتيفيكاسيون ديال اي جديد حطيته. واكيد انكم تبارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي عرفتوهم مهتمين بالاعمال اليدويه اولا بالكروشي. من الفيديو الجاي كنبغي نقول لكم خليت لكم راحه البال والسلام عليكم.